الو ماكدونالدز. هاي اتصلوا فيني ماكدونالدز امبارح قالوا جايبين لك فطور، ما توقعت يجيبوا المحل كله. هلا واو، شوية ماكدونالدز للفطور ولا موز وتمر؟ جايبين موز. طيب موز تبعهم غير اطيب. جايبين 40 موز يا مان. ليش؟ طعم حلوة مستحيل تقاومها. اورنج جوس، اي لايك اورنج جوس. اول خلص هذا، عارف شو بدي تعيد الاكزو الصوص. هذول الجوس نو يو هاف تو سي ذس. ارقى الفنادق، هذا الشيء اللي بيميز. قال تفطر موز. الحكي الصح. هاي ده الساعة 9:15 بالليل بتوقيت دولة الإمارات. صار لي 9 ساعات عم حاول خلص حوالي 500 إيميل تراكموا على مدى هالأسبوع 10 أيام اللي غبت فيهم. ما كانوا كتير ضروريين لما كنت مسافر، ولكن هلا صاروا ضروريين بما أنه اليوم الخميس ولازم جهز لزانو حسان. 2000 أغنية صارت نازلة. حلقة يوم الأحد من زانو حسان رح تكون نار. زهقت شغل، طلعت عشا، هل غيرت يا ابني؟ كنت ناوي اطلع بعدين غيرت رأيي. اول شيء لانه صارت الساعة 10:30 عاد 70,000 ساعة مضيع وقت صافي بالسقف فعليا لغيرت. بعدين مالي خلق اطلع. I have this to look after. Shall we open it? It's all about the details. USB-C type for charging. USB-C type from the other end. Which is something good. ولكن it's maybe 2 or 3 years ahead of its time. يعني لو Apple كانت شوي فكرت بالبرودكتيفيتي تبع اليوزرز اللي هن نحن المساكين الغلبانين، كانوا حطوا لهم مثلا واحد اس دي كارد وواحد يو اس بي عادي مثلا. اما تعمل لي اياه من هون ومن هون كله يو اس بي سي تايب، تو ماتش. خلينا نشوف اذا الكيبورد هي اللي بدي اياها. ات از هاي لحاله اشتغل. هاي يونايتد عرب اميريتس اي بي سي Network from a Mac transfer. الحلو باليو اس بي سي تايب انك فيك تحطه literally بأي مكان. It will all be a charging station. عملت ريستارت للسيرب لانه كان بده ترانسفير بير تو بير دايركت واي فاي 5 ساعات ونص. I don't have 5 ساعات ونص. انا بدي اف سي بي يكون نازل هون مشان اعرف نزل الفلوج باخرة النهار. هذا 5 ساعات بده يسلها بكره الصبح ان الله راد. Don't transfer any information now, thank you very much. Enable location services on this Mac, no. Don't use Apple ID. This new keyboard اللي هي butterfly keyboard. I like it. بالله عمك حتتشنج ايدك شوي بالبداية to get used to it لانه ما في depth، ما في عمق، الكي كتير نحيف. agree. okay. ليش the name is not available, enter a different name. stupid computer dog. هلا ال create two accounts باسمي غبي. ما بحبك big time. ما بحبك. store files from documents this guy asked. no ما بدي. No, حبيبي. Dubai. Yes, thank you. You can't go back. What is this Mac? Enable Siri. Yes, enable Siri. Touch ID. Yes, place your finger. Setting up your Mac. System preferences. Allow guests to log into this computer. No. خلي for the time being. Lock. Thank you. Close. Update. Final Cut Pro install. مشكلة الاب ستور بالماك شوي كتير بطيء، يعني regardless of the internet speed اللي انت عم تستخدمها سرعة السيرفرات عندهم in general slow. يعني 17 minutes to download 3 gigabytes. هذا بمكان تاني على website تاني it'll take me what 10 minutes 7 minutes. not complaining but I'm just stating a fact. لا انا ما بدي الجراج باند وما بدي اي موفي. من السوفتويرات الاساسية اللي بستخدمهم كروم VLC
داشلين باسورد مانجر وتليجرام، هدول لازم ينزلوا على اي كمبيوتر. ريسنتلي عم بعمل الترنيشن بين الكروم والاوبرا، ان الاوبرا شوي اقوى من الكروم بالريسورسز مانجمنت وخفيف على البطاريه. باي سفاري بحسه غريز السفاري يا اخي، they're forcing people to use it وما حدا طايقه. الكيبورد الجديده عجيبه يا اخي، تحس حالك سكرتيره. تليجرام واحد من الابليكيشنز اللي خلتني فعليا استغنى عن الواتساب لثلاث سنين الماضيين. It's an instant messaging application مثل الواتساب، ولكن بوجهة نظري more secure وfaster بالdevelopment. يعني they introduce a lot of features جداد حلوين أقل من الواتساب ب 2566 مرة. بعد شهر واثنين وثلاثة واتساب copies and deploys. هلا الواتساب مشهور أكتر I understand، بس الكالتشر تاعت التليجرام شوي اشلب من الواتساب. الواتساب طلع اونلاين، طلع اوفلاين، هدول الشغلات كلياتهم موجودين صحيح، ولكن طريقة تعامل الناس مع التليجرام تختلف عن طريقة تعامل الناس مع الواتساب. عشان هيك انا ريحت راسي من واتساب ومن فيسبوك بروفايل، قريبا جدا انستغرام. Your Apple ID was used to sign in. Yes, thank you very much. Mail filehippo.com. عم نزل كل الابلكيشنز اللي بعرفهم دفعة واحدة. كمان بدي ادوبي، adobe.com. team viewer، team viewer كمان واحد من الابلكيشنز اللي ما بستغنى عنهم. ماما او بابا بيكونوا بالشارقة مثلا محتاجين شغلة بالكمبيوتر، فوت لعندهم من هون من كمبيوتري وبساعدهم بكل شيء انه بالدنيا على الكمبيوتر. اختراع عظيم، شغلة كتير كتير بسيطة، بيعطوني رقم وباسورد موجود عندهم على الجهاز وما بيعملوا شيء تاني. WinRAR. شفتوا latest update تبع سكايب؟ عجبكم؟ انا حاسه شوي مكلكع يا عمي، مو كل العالم تعرف تعمل user interface زي خل العالم. هلا في المقام الاول جوجل هن الاعظم في اليوزر انترفيسز المتخلفه والمعقده والمشربكه، ولكن مايكروسوفت مش كتير بعيده عنهم انترنتيا. اعتقد خبصت شغله. two passwords two different ways of I don't know. والله ماني عارفان. طيب هيك تقريبا امورنا طيبه. سهرتي كلها راح تكون بين هاد وهات. خلوني خلص شغل نروح نعمل يلا. راحله.